شبه مين؟ مين شبه مين؟ محدش فيه شبه التاني مستحيل. انتوا مش شبه بعض خالص خالص علاقة. انا طبعا اول ما شفت يعني الكليب انا دمعتي قريبة فطبعا عيطت على شعر الحلوه الجميله بس مفيش عياط النهارده. لا يعني حسيت ان انا كده عندي مشاعر حلوه قوي وصادقه من الاغنيه مريم مبروك. وبعد كده بقى ركزت في البنات قلت ايه ده كل واحده طالعه. لا ما هو احنا اصلا دي اكتر كومنت بتتقال في في العادي يعني انتوا شبه بعض انتوا ازاي اخوات ايه ده بالظبط. لا اشرحي لي كده كل واحده يعني اسمك وسنك وعنوانك وكده يعني والبنات واخواتك قولي. انا عندي 22 سنه والأستاذة دي عندها 20 سنة. تديها كام؟ وريني كده وريني طولك. لا أنا عارفة أنت عندك 16 سنة. مريم ببارك لك يعني بشكل كبير جدا. It's a success. يعني أغنية كسرت الدنيا من ساعة ما نزلت. احكي لي عن الأغنية دي وفكرتها. لا هي فكره اصلا عم يعني من زمان انا نفسي كان طول حياتي اغني مع بابي. يعني طول حياتنا كان يقعد يلعب في البيانو اقعد معاه اغني معاه دندن معاه. فمن 3 سنين كده كنت قاعده بتكلم مع تامر حسين فبيقول لي يلا نعمل اغنيه وزقي نفسك ويلا وكده. فقلت انا مكسوفه مش بعرف انا بكسف قوي انا دلوقتي حالا بموت يعني انا عامه بكسف. لا 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 ده انت دلوقتي بقيتي مطربه يعني. بس فالموضوع اتقفل عليه وما ركزناش فيه تاني. بعديها قبل الثانويه انت كنت في الجامعه انت لسه مخلصه السنه دي يا مريم فما كانش في اي بلان لاي حاجه. فقبل الثانويه بثلاث ايام كنت قاعده مع اصحابي عادي لقيت جروب اتعمل مره واحده بفتح تليفوني لقيت جروب اتعمل هنروح استوديو بعد بكره. فلقيت انا ومامي وعمرو مصطفى وزينه وتامر حسين وهاني محروس احمد عادل طبعا يعني. فكلمت مامي قبل ما افتح قلت لها ماما انت عملتي ايه؟ مش بمزاجك هتغني يعني هتغني. قلت لها انت عملتي ايه؟ ده قرار خلاص خلاص انت ايوه على طول. فالاغنيه اللي كنا اتكلمنا فيها انا وتامر حسين قبل كده هو احنا كنا قايلين هو كان عايز يعمل فكره اللي هو انا بابي بيقول جمله وانا ارد عليه عامه. فقال لي نختار اغنيه فيها المود او الحاله او اللي ينفع اللي هو تبقى مؤثره او ان هي تكون حاجه ينفع ارد عليه بيها. فبعد كده لقيت تامر حسين بيكلمني بيقول لي خلاص اللي احنا اتفقنا عليه من الاول هنعمله بس هنطوره. قلت له ماشي. فكلمت مامي قلت لها انت بتهزري ده مش هيحصل. بعدين مامتك جباره برضه. لا ما هي قالت لي ما انسي بقى خلاص سبتك كتير يعني هي قررت ان هو الذكرى الثانويه دي هي قالت لي انا عايزاكي تعمليها لباباكي. هي ما عملناهاش خالص انا اتصدمت. انا كنت نايمه لقيت مامي اصحي بسرعه عندك مليون بقيتي ترند. انت سجلتي ونمتي. ايوه احنا بجد عملنا كل ده في ساعه. ايوه هي اصلا ما كانتش عايزه تنزل الاغنيه اصلا فقريه. مين اللي هو ايه اللي هو مريم مش زعلانه مني زعلانه من زينة. شكل مامتك بالظبط صح؟ شبه ايمان اكتر. وانت شبه باباكي اكتر. في ديبيت. مش اختهم اساسا. لا في ديبيت في ديبيت في شويه بيقولوا ان انا شبه بابي قوي وفي بيقولوا ان زينه وانا ماليش اي علاقه بالعيله اصلا ما اعرفش. لا لا انت فيكي من باباكي هو... على طبعا حلو قوي ما شاء الله. وانت فيكي من مامتك جدا وزينه بقى لا انا في حته تانية صح. طيب قولي لي بقى انت وتامر حسين عملتوا ايه؟ لا هو زي ما قلت لك هو كان عايز مود معين اعرف ارد عليه بيها. فلقينا ان دي زي كان هو بيسالني وانا برد عليه يعني زي يعني الحاله دي ديالوج. فبس ظبطت بجد الاغنيه اتعملت واتصورت في يومين. احنا مش فاهمين ده حصل ازاي وامتى وليه وبس حصل اللي حصل. قلت خلاص هتبقى حاجه كيوت لبابي في الثانويه والموضوع هيعدي. الموضوع ما عداش خالص انا اتصدمت. يعني انا مره معديه في الشارع لقيت واحد بيقول راح اجيب ميه من الكشك فنانه ممكن صوره. انا بجد بصيت حواليا اشوف مين الفنانه اللي معديه. يقول لي لا انت. قلت له ايه ده انا ازاي يعني الموضوع كان مخيف على فيسبوك وانستجرام وبتاع الدنيا اتفجرت. قالوا لك نزليها اترددتي؟ قوي. ايه ده عيطت مش هنزلها انسوا. ان انا كان لازم اوصل لطبقه معينه. انا طلعت 6 طبقات عن صوتي عشان اوصل على نفس طبقته. ان هو ما كانش لو كان غير كده كنا هنضطر نغير صوته واكيد انا مش هعمل حاجه زي كده. فطلعت عن الكومفورت زون بتاعي تماما بقى. وانا اصلا بتكسف الموضوع كان فقلت لمامتك انا مش عايزه انا مش هنزلها. قالت لي ماشي نزلوها. من وراكي. طب وانتوا كنتوا عارفين ولا لا ما كناش عارفين؟ كنا عارفين يعني. لا كنا عارفين.
كنت هي بس ما كانتش عايزه تنزلها وبعدين في الاخر نزلناها وبس. كنت بقى نايمه خوف يا مريم يعني خايفه؟ لا خالص. انما يعني عادي يوم عادي جدا. خالص. رحت استوديو اتبسطت قوي وصورنا والموضوع كان فيري كاجوال ما كانش في اي حاجه خالص. نمت احساس ان انا لسه عندي راي ان انا هينزل او لا. ما عنديش خالص. ما حدش اداك اعتبار خالص يا مريم. استوعبت ازاي ردود الافعال؟ انا قعدت 3 ايام مش فاهمه ايه اللي بيحصل. يعني انا مش مصدقه اي حاجه بتحصل. امتى بقيت ترند وامتى بقيت مليون في يوم وامتى كل ده بيحصل؟ انا بقيت قاعده مامي وايه اللي بيحصل؟ قالت لي قلت لك عشان تسمعي الكلام. قلت لك واحده ازاي؟ قلت لك وكل ردود الافعال حرام عليكي عيطتينا حرام عليكي عيطتينا. انا من دول على فكره. فكل كل حاجه عيطنا بس. يا جماعه انا كمان اتبهدلت والله. وقاعده عماله تشوفي الارقام عماله تورد شويه ريفرش. مش فاهمه اي حاجه. تلاقي هي عملت ده على يوتيوب 10 مليون انما على فيسبوك اعتقد اكتر. ما اعرفش عندكم حد بيعد لكم ال لا ما انا على فيسبوك. هي لسه على فيسبوك كانت ما كانتش الاوريجينال كوبي. فالمتابعين اكتر. ما عرفتيش. طيب قولوا لي بقى يا بنات يعني انتوا الاغنيه دي اصلا بتحبوها حافظينها يعني؟ ايوه طبعا احنا حافظين كل حاجه. حافظين كل اغاني باباكم. انا كمان حافظاها على فكره كلها. طيب درستي ايه؟ هتشتغلي ايه؟ هواياتك يعني؟ يعني ما احنا فجاه لقينا واحده مشهوره وبتتفرق بالملايين. احنا عايزين نعرف مين الانسه. ما هي الانسه دي مش عارفه لسه اي حاجه. يعني انا متردده في كل حاجه في حياتي عامه. يعني ببقى نازله رايحه فرح خلاص قررت اني هلبس الفستان ده هقلعه قبل دقيقه مثلا. فانا كده في حياتي عامه بتردد قوي. شويه عايزه ارسم شويه عايزه اغني شويه عايزه امسك شغل جدي شويه مش عارفه اقرر لسه. بس دراستك؟ طب احكي لنا عن دراستك. لا هي دراستي انا اصلا برسم فانا اصلا ارت. فلا ما ينفعش اروح جامعه حصل مشاكل ففضلت هنا ودرست انترناشونال مانجمنت. فهي حاجه هي شامله كذا حاجه اداره يعني دوليه بس. مش 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 عارفه لسه يعني اقرر اي حاجه. ما لهاش علاقه بالفنون. مش لا. وانت بتاخدي الشهاده بتاعتك في الجراديويشن ما انتيش مقرره انت هتشتغلي ايه؟ لا خالص. بجد خالص. ومامتك ما شاركتكيش التفكير؟ هي سايباني ايه عايزاني اقرر براحتي. ان هي عارفه ان ممكن في ثانيه اقول لها خلاص انا عايزه اروح هنا بعد شويه لا خلاص مش عايزه. فهي سايباني شويه افكر في الموضوع براحتي شويه.